الفرق التي غادرت والفرق التي لها خسارة واحدة وأيضا الفرق التي لم تخسر، وهذه أول المحاولات وينجح في أول المحاولات في هذه الدقيقة الأولى من عمر. هذه يمرر الكرة الآن والمحاولة من محمد كويدير، رجع الكرة الخلف وتمرير الكرة بشكل ممتاز، ويا سلام يا سلام محاولة ممتازة. عماد الدين محمود اللي نجح في قيادة الفريق لحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد أن توج بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وهذه لقطات من المحاولات الماضية في الدقائق الماضية من زمن هذا الربع الأول. طبعا لوائح أو لوائح المسابقة، مسابقة كأس الفاتح العظيم، وهذه رمية ثلاثية ممتازة يفاجئنا بها اللاعب النيجيري جيسون أبوزواي، وهذه محاولة أخرى وبلوك شوت والعروة كان عن طريق اللاعب جيسون. إذا المحاولة ولكن ضاعت هذه المرة على اللاعب ونيس العرفي بعد تمريرة ممتازة وحاسمة، أسيست كان رائع عن طريق اللاعب عبد الحليم كعوان. الآن محمد كويدير يدخل يمر بشكل ممتاز أيضا محمد كويدير ويسجل في هذه اللقطة دفاعية عن طريق أسامة كويدير، يمر باتجاه خالد، خالد يصوب، يصوب ويسجل. يا سلام يا سلام، المحاولة كانت رائعة جدا ولا أروع المحاولة كانت عن طريق اللاعب خالد الدرسي الأول. شاهد اللقطة تمريرة فتح لعب كان بشكل ممتاز عن طريق اللاعب أسامة كويدير والتصويب كان في غاية الدقة. 48 المباراة الرابعة، الهلال تفوق على التحدي ب 94 مقابل بعد 3 نقاط، 18 للأهلي مقابل 15، والمحاولة للدخول والتسجيل وخطأ. إذن يستفيد محمد كويدير من سلة وأيضا من خطأ ومن رمية حرة إضافية. جيسون أبوزواي، جيسون ينقل كرة باتجاه محمد كويدير، ويا سلام. يعني ماذا أقول، يعني 10 نقطة يتقدم قائمة المسجلين. محاولة أخرى وهذه فرصة مواتية لتصويب رمية ثلاثية بالنسبة لخالد درسي، يفقدها والمتابعة تبقى حاضرة. يعاني فريق النصر تحديدا خلال الدقائق الماضية من زمن هذا الربع الثاني من خلل على مستوى المتابعات الدفاعية تحت السلة، الكرة ترتد في أكثر من مرة، ولكن الالتقاط كان دائما لمصعد فريق الأهلي في متابعات هجومية، وربما هذا الأمر هو الذي جعل مدرب فريق النصر يطلب وقتا مستقطعا الآن المدرب الجزائري يحيى بن محمد، لأن وجد هناك يعني فراغ تحت السلة من لاعبي فريق النصر. محمد يعطي ويواصل تعليماته، وهذه لقطة للدخول المباشر الماضي، شوف المحاولة بكل روعة حقيقة اللاعب محمد كويدير فريق النصر. الآن محمد كويدير، محمد كويدير من مسافة متوسطة ويسجل، يسجل مرة أخرى اللاعب محمد كويدير. بالنسبة لفريق الأهلي أو فريق النصر يعني حتى الآن تحتاج لتركيز أكبر، والآن التركيز موجود، موجود التركيز عن طريق اللاعب خالد الدرسي. جايسون يصوب، يصوب جايسون، ويا السلام يا السلام، ما فيش كلام على هذه اللعبة الحلوة حقيقة. لعب اختار توقيت ممتاز، صوب بكل دقة وسجل، وهذه محاولة ولكن يفقدها عبد الحليم كعوان. إذا مشاهدينا الكرام تنتهي دقائق الشوط الأول والربع الثاني من عمر هذه المباراة التي تجمع بين الجارين العريقين الأهلي بنغازي والنصر بتقدم فريق الأهلي ب 37 نقطة مقابل 23. حتى نلتقي بكم في الربع الثاني والربع الثالث والشوط الثاني، لكم مني أطيب التحايا وإلى اللقاء. من داخل مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي من خلال هذه المباراة التي تجمع بين الفريقين الأهلي بنغازي والنصر في تصفيات مسابقة كأس الفاتح العظيم لكرة السلة. وجايسون صاحب 12 نقطة خلال الشوط الأول، جايسون يحاول الدخول بشكل مباشر، يدخل ويسجل، يدخل جايسون أبوزواي في هذه اللقطة. حتى الآن خلال هذا الربع الثالث يعني اكتملت الدقائق الثلاثة الأولى، وهذه محاولة، ويا سلام يا سلام، لقطة رائعة جدا ينسجها لاعبي فريق الأهلي، يبحث عن الحلول. شوف التمريرات، خالد الدرسي إلى جايسون، جايسون إلى خالد الدرسي، وخالد الدرسي هو صاحب السلة في اللقطة الماضية. إذا محاولة أخرى لجايسون سجل منها جايسون، سلة جديدة اللي مرت من عمر الربع الثالث. 5 دقائق إلى خالد الدرسي، صوب يصوب خالد، يفقد الرمية الثلاثية، لكن شوف المتابعة، شوف المتابعة كانت موجودة، المتابعة كانت حاضرة عن طريق اللاعب محمد الوداني. هذه محاولة الآن ويرد جايسون بسرعة، يرد جايسون بسرعة. محمد كويدير إلى جايسون، يصوب جايسون، ويا سلام، ما فيش كلام، لعب يعني دقيق جدا. كل مدرب يسعى
بث الأولى جميعها كانت في الربع الثالث. أيضا اللاعب محمد كويدير سجل 19 نقطة نقطتين. يبقى حتى الآن اللاعب جيسون أبو زواي بعشرين نقطة هو أفضل المسجلين. والآن محمد الوداني برمية ثلاثية يمرر باتجاه محمد كويدير والأربش يصوب ويسجل. يسجل محمد الأربش. الأربش يوسف الوداني الأربش يصوب 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 ويسجل. يسجل اللاعب محمد الأربش. يا محمد كويدير محمد إلى جايسون يهد اللاعب قليلا. جايسون أبو زواي جايسون يحاول المرور يمر ويسجل. يمر ويسجل اللاعب جايسون أبو زواي. دينا الكرام في هذه الأثناء إذا تطلق صافرة النهاية لأحداث هذه المباراة التي جمعت بين الجارين الأهلي بنغازي والنصر بتفوق فريق الأهلي ب 83 نقطة مقابل 55. التصافح والروح الرياضية العالية بين اللاعبين حاضرة في ختام هذه المباراة، وهذا ما نتمناه أن يترسخ دائما في مثل هذه المباريات الكبيرة والكبيرة جدا. إذن مشاهدينا الكرام الأهلي سيقابل يوم الأحد القادم فريق المروج، وأيضا فريق النصر سيقابل يوم غد الخميس فريق خالد بن الوليد. هذه هي المباريات بالنسبة للفريقين. إذن يوم الغد سيكون الموعد مع